اهلا وسهلا بكم مشاهدي قنوات الرياضية في هذه الرسالة من خلال تغطية بعثة الأخضر السعودي هنا في بانكوك في مملكة تايلاند. نتحدث ربما في بداية هذه الرسالة من بدايتها عندما أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين هنا في بانكوك مادبة غداء للجهاز الإداري والمنتخب السعودي بدءا من الرئيس والجهاز الإداري كاملا. أيضا وجد دعوات لأصحاب المعالي السفراء دول الخليج والدول العربية متواجدين هنا، البعض منهم حضر في هذه المأدبة والبعض الآخر ما كان متواجدا خارج بانكوك، وهذا ما أعذر وصولهم لهذه المأدبة. دعونا وياكم مشاهد هذه الرسالة من بدايتها مثل هذه مأدبة الغداء. اليوم قبل الأخير في استعدادات الأخضر السعودي للقاء المنتخب التايلندي في بانكوك ضمن التصفيات النهائية والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، والذي من خلاله قدم سعادة القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين دعوة كريمة للوفد السعودي ولأصحاب المعالي السفراء العرب هنا في بانكوك ولوسائل الإعلام المتواجدة لتغطية الحدث ومتابعتها لهذه الدعوة وفي مقدمتها القنوات الرياضية السعودية. الكرام متواصلين في هذه التغطية من خلال حفل الغداء الذي أقامته سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تايلاند. يسعدني ويشرفني بهذه اللحظات أن يكون بجانبي سعادة القائم بالأعمال الكعبية السعودية الأستاذ عبد الله الشعيبي. بداية نرحب فيك عبر القنوات الرياضية السعودية. يا هلا والله وسهلا، وأرحب فيكم إن شاء الله وشرفتونا إن شاء الله، ونتمنى فوز للأخضر بإذن الله. حبينا نتحدث ربما في بداية هذه الحوار الحديث عن تواجد المنتخب السعودي، رؤيتكم من خلالها حديثكم مع اللاعبين وتواجدكم مع الأستاذ عادل عزة، ثم جمعكم بعض الأحاديث. أنتم كمتواجدين هنا في تايلند، كيف كان استقبال المنتخب السعودي وحديثكم معهم؟ كيف هي آراء وتطلعات الشعب التايلندي بحكم قربكم منهم؟ والله بالنسبة للاستقبال قدمنا كافة التسهيلات في المطار يعني، والحمد لله كلهم كانوا مبسوطين من الاستقبال، كان سلس جدا وتمت الإجراءات بسرعة كبيرة، وتوجهوا للباص وعلى الأوتيل لأنه مقدرين انهم طلعوا من استاد نادي الشباب للمطار وجو تعبانين، فقد حاولنا قدر الامكان ما يكون في اي تعطيل. فعلا الجانب التايلندي كان متجاوب معنا لا في موضوع الجوازات او الانتظار، والحمد لله. بالنسبه للمنتخب واللاعبين، انا حضرت اول تدريب لهم وشوف ما شاء الله روح معنوياتهم مرتفعه ان شاء الله، ويتوجون بهالفوز المهم جدا في هالمرحله الحساسه، وكل نقطة لها قيمتها، وكل نقطة بنفقدها أو نكسبها بتعني الشيء الكثير. وكما معروف يعني الآن بعد فترة توقف، وهذه دائما تؤثر على الفرق، فبمشيئة الله أن الأخضر قد مشيئة الله. سعد الله، دعنا نتحدث عن ربما الأهم في هذا الحديث بتواجد رغبة كبيرة من الجمهور السعودي لحضور مثل هذه المباريات. هل هناك كان بتنسيق من بين سفارة خادم الحرمين الشريفين وبعض الجماهير الراغبة في حضور هذه المباريات؟ والله اللي موجود في تايلند يتواجد في بعض المواطنين السعوديين في تايلند بغرض العلاج أو السياحة، ولأنه يعني أنت تعرف أنه ممنوع السفر إلى تايلند، واللي تواصل معنا بالسفارة يعني قدمنا له التذاكر ودعوناه لحضور مباراة المنتخب. المنتخب محتاج جمهور يتواجد في المدرجات، حتى حاولنا نأمن بعض الأعلام اللي موجودة من عندنا من السفارة لهم. وأما اللي ما تواصل صعب أننا يعني نلاقيه أو نوصل له. نعم، يعني في حال رغبة أي أحد مشجعين متواجدين هنا في تايلاند سواء لغرض السياحة أو التجارة أو العلاج، في حال يعني رغبته بحصول على تذاكر يتواصلون مع السفارة السعودية؟ مع السفارة نعم، هم زودونا الاتحاد السعودي بتذاكر، واللي تواصل معنا أو من مواطني مجلس التعاون الخليجي سواء موظفين السفارات الخليجية أو مواطني مجلس التعاون نأمن لهم التذاكر. طيب،
طيب نتحدث عن السفارات الخليجيه والعربيه المتواجده هنا في تايلاند، هل وجهت لهم دعوات لحضور هذه المباراه من قبل السفاره ام هي رغبه شخصيه من لدنهم؟ لا، هم مدعوين اليوم على الغداء على فكره، يعني بنوجه لهم الدعوه اليوم على الغداء اللي بيحضر اليوم، لان حسب ما عرفتم في بعضهم خارج تايلاند، وتعرف يعني وجودهم ضروري. طيب نتحدث عن هنا الشعب التايلندي، في حديثك ربما مع علاقاتك من التايلنديين هنا، حديثكم عن هذه المباراه كيف صار؟ ايش تحدثتوا عنه خصوصا بان المنتخب التايلندي اماله قلت في هذه المجموعه؟ هو صحيح اماله قلت، لكن الحديث اللي يدور من قبلهم هم انهم طموحهم كاس العالم وليس كاس اسيا. يعني هو يبغى يجيب المركز الثاني ويدخل تلقائيا لكاس العالم، اما كاس اسيا بتظل بعدها مراحل وما راح يواصل، لذلك هم تركيزهم الان على الدخول الى كاس العالم على امل ان تتعطل الفرق الاخرى والنتائج الاخرى تخدمهم. صحيح. يعني تحدث عن بعض التسهيلات قدمتموها انتم خلال المنتخب السعودي وايضا الاعلاميين المتواجدين، يعطيكم الف عافيه استاذ عبد الاله. نتحدث عن شهدنا تشديد امني كبير على اداره المنتخب السعودي وعلى اللاعبين، كان هذا اكيد بجهود منكم، ولكن كيف رايتم تجاوب هنا السلطات التايلنديه من خلال تعاونكم وايضا تعاونهم من خلال الحراس الامني المشدد على اللاعبين وايضا على البعث المنتخب بشكل عام؟ والله احنا مخاطبين من البدايه ان وزاره الخارجيه التايلنديه يامنون الحراسه للمنتخب حتى في الادوار اللي هم ساكنين فيها، حراسات امنيه وحراسات مرافقه، وامنوا اثناء التدريب والانتقال من الاوتيل للمكان التدريب حراسات للمنتخب، واضافه من 40 الى 50 تقريبا شخص على مدى 24 ساعه، اضافه الى يوم المباراه حسب ما فهمت انا منهم من 400 الى 500 حارس امني مرافق للمنتخب وفي المحيط المنتخب. نعم. كلمة أخيرة توجهها للجمهور اللي يكون حاضر إن شاء الله لهالمباراة. والله إن شاء الله لكل اللي يحتاجه المنتخب دعواتكم إن شاء الله، أن الله يوفقه ونرجع بالثلاث نقاط بمشيئة الله، ووقفوا خلف المنتخب، واليوم كلنا أخضر ما في ألوان أخرى. تواصل معكم مشاهدي الكرام الآن في لقاء يجمعني مع الأستاذ حمد القبيسي رئيس الشؤون الإعلامية والمراسم بسفارة خادم الحرمين الشريفين بتايلاند. أستاذ حمد بداية نرحب فيك عبر القنوات الرياضية السعودية. سهلا وسهلا. أستاذ حمد نتحدث معك يعني بشكل حديث مبسط عن عملكم في سفارة خادم الحرمين الشريفين خصوصا في المجال الرياضي مع تواجد المنتخب السعودي. هو دورنا زي ما تعرف السفارة الحقيقة مساعدة الطاقم سواء الإعلامي أو البعثة، من أول وصول البعثة المملكة الآن احنا في المطار في استقبالهم. جميع الاعلاميين الحقيقه اللي اتصلوا علينا يقولوا بمساعدتهم سواء استقبال او انهاء بعض اجراءات لهم في المطار، وان شاء الله الله يوفق منتخبنا ان شاء الله. نعم استاذ حمد، يعني للمستقبل في حال اي ربما حدث رياضي او احتفال، الاعلاميين بشكل عام ايش ممكن تقدم لهم سفاره خادم الحرمين الشريفين ممثله بسعادتكم؟ نقدم لهم جميع التسهيلات، اي شيء يحتاجونه من اله سواء من دخولهم للبلد او بتنسيق مع الجهات اللي يطلبون مقابلتها او الاتحاد التايلندي، فحنا امكانيات السفاره كلها مهيئه له. نعم. طيب استاذ حمد، في يوم المباراه ربما تكون الحمل اكبر كثير خصوصا على بالتاكيد على المنتخب السعودي، ولكن ايضا هناك دور كبير تعمل فيه سفاره خادم الحرمين الشريفين. ابرز اعمالكم من خلال في ايام المباراه تحديدا؟ التنسيق بالنسبه للضيوف الحقيقه مهتمين في مساله الجماهير السعوديه، وقاعدين ننسق الان بالنسبه لهم يكون لهم مناطق محدده لهم، في نفس الوقت كبار الشخصيات. احنا الحضور طبعا في السفارات الخليجيه والسفارات العربيه في تايلاند جميعهم حيكونوا ان شاء الله موجودين ومرتب لهم من بدري. طيب الجمهور اللي متواجد في تايلاند ايش ممكن او كيف يمكن يوصل للسفاره من خلال توفير تسهيل الامور الوصول لملعب المباراه؟ هل هناك مثلا حساب في مواقع التواصل الاجتماعي؟ احنا جميع اغلب الموجودين السعوديين يتصلون معنا وصلنا وبنعطيهم التذاكر للمباراه، عندنا مجموعه بتنسيق مع الاتحاد السعودي لكره القدم واخذنا مجموعه تذاكر لتسهيلهم، وفي نفس الوقت اعطيناهم العناوين للملعب، وبعضهم حتى اللي يتصل لما يوصلنا للسفاره ممكن حتى باص السفاره يوصلهم ويساعدهم. راح توزع التذاكر مجانيه للجمهور؟ مجانيه نعم. اسمع ان هناك فيه دعوات من قبل ممثلي سفارات الدول العربيه لحضور هذه المباراه. عندنا مجموعة من الزملاء حتى من سفارات الدول الغريبة من تايلند، دبلوماسيين سعوديين وبالإضافة أعضاء السلك الدبلوماسي هنا العربي والخليجي، كلهم حريصين على حضور المباراة والوقوف مع المنتخب. أستاذ حمد القبيسي رئيس الشؤون الإعلامية والمراسم، يعطيك ألف عافية وبالتوفيق لكم. شاهدنا ربما خدمات أكثر من رائع تقدمونها للوفد الإعلامي السعودي، وهذه عاداتكم وديدنكم دائما. شكرا لك. تشرفونا رأيكم، هذا واجبنا. السعودية نواف العاب واخيرا يا اخضر واخيرا يا
يشجعنا اليوم يا أخضر يلا شوف رحمتك على فنك وصل إعصار يهز الملعب حضرين وكلنا سعودي على صعيد استعدادات المنتخب، فقد أجرى المدير الفني للمنتخب السيد فاماطك تدريبا طبق فيه عددا من الجمل التكتيكية والتي ينوي الاعتماد عليها من خلال مجريات اللقاء القادم بحول الله وقوته. الجدير بالذكر أن مشاركة النجمين ياسر المسيليم وسلمان الفرج باتت في حكم مؤكد بعد مشاركتهما في تدريبات المنتخب مساء اليوم. رويدا رويدا تقترب ساعة الصفر، وأن المنتخب السعودي ينتظره لقاء قوي ومنعطف خطير في مشوار التصفيات. كل الأماني والدعوات ترافق رجال الأخضر، وبحول الله سيسجل التاريخ أن يوما ما كان للأخضر رجالا هنا رسموا الفرحة وحسموا لهم لقاء. عزيز العزة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بداية نرحب فيك عبر القنوات الرياضية السعودية. نتحدث عن معسكر المنتخب السعودي، ما اليوم الخامس من خلال معسكر وإقامته هنا في بانكوك، ما هي رؤيتك حول استعدادات المنتخب السعودي؟ أيضا بعض الجماهير ربما وصل الخوف فيها بالنسبة لغياب بعض اللاعبين، ولكن اليوم نشاهد عودة سلمان الفرج وأيضا ياسر المسيليم. أولا أشكركم على تواجدكم معنا في المعسكر، وهذا غير مستغرب على القناة الرياضية السعودية التي دائما رافقت المنتخب في المسيرة السابقة، ونسأل الله عز وجل يمن علينا بالنصر بإذن الله في المباراة المهمة. استعدادات على أكمل وجه كما رأيت، معسكر فيه هدوء وفي طمأنينة وفي نفس الوقت فيه حماس وقوة ورغبة في الانتصار. اللاعبين مستشعرين بأهمية هذه المباراة، مستشعرين المباراة جدا جدا مهمة ومتوكلين على الله عز وجل. لا يوجد غيابات، كان في أشياء طفيفة وتم التعامل معها، لازم تشاهد سلمان مشارك وياسر مشارك والفريق كله موجود في التمرين. نعم دكتور عادل، دعنا نتحدث عن استعدادات اللاعبين. اللاعبين ما يحتاجون بعض التوجيهات من قبل رئيس الإدارة مثالكم دكتور عادل. نتحدث عن في حال فوز المنتخب السعودي على منتخب تايلاند، فنقول تجاوز 90% الوصول إلى روسيا، هل وصل هذا الإحساس إلى اللاعبين من خلال حديثكم معهم على محياهم في التدريبات؟ طبعا المهم جدا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، فالآن لا نفكر إلا في مباراة تايلاند.
حتى ما بعد تايلند لا ننظر إليها. مباراة تايلند 3 نقاط، مباراة الخميس تركيز شديد، تركيز عالي، نتعامل مع الفريق الخصم باحترام كبير، فريق متطور، فريق يلعب كرة سريعة، حقق نتائج إيجابية خصوصا على أرضه، وأهم التعادل مع أستراليا، وعندهم جمهور كبير، تذاكر كلها نفذت حسب علمنا، وبالتالي هم موجودين حتى يحققوا نصر أمام السعودية. الله لا يقول، لكن فريق محترم وسنحترمه ونتعامل معه بكل قوة، وإحنا هدفنا أن نخرج نرجع إلى جدة بإذن الله بال3 نقاط. خصوصا أن المباراة السابقة منتخب السعودي مع تايلاند كانت صعبة شوي. كانت صعبة فعلا، بس كانت طبعا أول مباراة في التصفيات، وكان في انقطاع مع نهاية الموسم، فالمنتخب حتى والفريق ياخذ رتمه، كان اخذ الوقت، تحسن المستوى بشكل تدريجي مع الاستعدادات والمباريات، والان ان شاء الله احنا نكون في قمه جاهزيتنا. نعم دكتور عادل، دعنا نتحدث يعني بوجودي معك استغل هذه الفرصه، اولا ان ظهورك قليل في الاعلام دكتور عادل، دعنا نتحدث عن نفذتم كثيرا من وعودكم بما يخص الدعايات او الرعاه المنتخب السعودي، شاهدنا هذه في وقت وجيز، السر هذا دكتور عادل؟ طبعا احنا يعني جل خطتنا الآن في الاتحاد السعودي، بالإضافة للتركيز الكبير على المنتخب، أنه نبغى فعلا ننقل الاتحاد السعودي لمنظمة حديثة ومتطورة تدار بأعلى المعايير، ولا سبيل في ذلك إلا من رفع المداخيل رقم واحد، رقم اثنين الصرف بكفاءة عالية، وهذه طبعا توجه كريم من الدولة، أنه حتى في رؤيتها التي خرجت أنه يكون في الصرف بكفاءة عالية وتقنين الصرف حتى، فهذا يعطينا تركيز كبير على رفع المداخيل. فالآن في بداية فترتنا وقعنا مع راعيين، وإن شاء الله الأسبوع القادم كمان في راعي، والشهر القادم في راعي، ولا بعده في راعي، يعني مجموعة في سلسلة من الرعاة إن شاء الله، هذه كلها حترفع المداخيل، وفي بعض أنواع الرعاة حيتشوفوهم في الفترة القادمة لتخفيض النفقات، يعني خدمات كان يصرف عليها تستبدل ب، حتشوفوا الاشياء هذه برضو تعديل في الارقام في كثير من مصروفات الاتحاد السعودي. انا اتحدث دكتور عادل عن قضايا مهمه تنتظر دكتور عادل في بدايه مهمته، نتحدث ربما عن تجاوزت قضيه ربما إلتون، الان القادم خميس وايضا العويس، نتحدث عن هل انتم استعدتم لمواجهه هجوم الخاسر مع هذه القضيتين؟ شوف يعني خلينا، انت الان في تايلند ووصلت وبتغطي، لا نعود للسعوديه الان، هذه القضايا لها وقتها، اريد فعلا تركيز كبير على المنتخب، أريد أن نحترم يعني هذه الكوكبة من النجوم ونعطيهم حقهم ونتكلم عن استعدادنا، لكن أوعدك أول ما نرجع إن شاء الله للمملكة العربية السعودية نخرج من أجواء المعسكر نتكلم بإسهاب في هذه القضايا. الشيء المهم جدا أنه كلنا سيأخذ حقه، شعارنا العدل، المساواة، الشفافية، لا فرق بين أحد، نسعى بكل قوة أنه يكون شعارنا دائما العدل والمساواة ولا تفرق بين أحد. نعم دكتور عادل، لو كنت أنت مكان ربما تستغل وجودك لأنك قليل الظهور إعلاميا، أوعدك أظهر معك بس نرجع السعودية ونخلص المعسكر بإذن الله، وأعطيك كل تفاصيل القضايا بإذن الله. شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الاستعداد زي أي استعداد من أي مباراة كانت في التصفيات، أكيد مباراة مهمة مفصلية بالنسبة لنا وصعبة أكيد خارج أرضنا، ومنتخب تايلند منتخب متطور ومتحسن كثير، شفنا مباراة اللي راحت عن طريق الفيديو، أكيد بنستغل نقاط الضعف عندهم، وأكيد بنركز على نقاط قوتهم إن شاء الله في المباراة، وإن شاء الله إن شاء الله نطلع بإذن الله راجعين السعودية إن شاء الله ب3 نقاط إن شاء الله. إيش أبرز التعليمات اللي يعطيكم إياها السيد مارك؟ خصوصاً في البداية كان تكتيك لياقي، الآن تكتيكي، إيش المعلومات اللي جالس يعطيكم إياها؟ والله أبد يعني نعتمد على أسلوب لعبنا إحنا وتطويره، أبد ما نحاول نكثر من أغلاطنا، نحاول نقللها، نستفيد من أغلاط الخصم خاصة في ملعبهم، في أشياء كثيرة صراحة، واليوم برضه في التمرين بركز على نقاط كثيرة من خلال اجتماعنا لها مع قبل المباراة، فبإذن الله إن شاء الله خير بإذن الله. كابتن السيد مافيك يعتمد كثيرا على اللاعبين الوسط، في ظل غياب زميلكم فهد المولد، كيف تشوف فعالية الوسط السعودي في المباراة أمام تايلند وإغلاق المناطق يعني اعتماد لعب التايلندي؟ والله بالعكس، شوف ما يعتمد على خط الوسط بس، الأمانة مدرب مارفك يعتمد على اللعيبة كلهم اللي في المعسكر، يعني مو شرط بس الخط الوسط، كل توجيهات خط الدفاع، خط الوسط، خط الهجوم والحراسة، بعد اللعيبة اللي بيكونون على دكة البدلاء، يعني صراحة مركز على أكثر من جانب يعني بالأمانة. نعم كابتن يحيى، الفوز في هذه المباراة يعني الوصول ربما 90% الوصول إلى روسيا، تحدث هل وصل هذا الإحساس للاعبين؟ اتوقع لا، يعني بالامانه لا، يعني لسه حاسين مسؤوليه لسه ضعف، لازم نبذل مجهود اكبر من خلال
يعني المباريات اللي راحت ووصلنا للمركز الأول، يعني وصلنا مكان لسه في كذا مباراة ما ضمننا شيء، فبإذن الله في مباراتين حاسمتين وإن شاء الله بإذن الله نطلع بثلاث نقاط إن شاء الله بإذن الله. يقولون يحيى شهري خبرة في الأكل التايلندي، هو اللي يعلمه الوجبات. لا والله صراحة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد إيش طبيعي أنك بتخسر عنصر مهم في الفريق، وطبعا المدرب اختار أسماء كان أعتقد يثق فيهم كثير، فأي لاعب بيكون مكان أسامة أو بيكون مكان حسن معاذ الغايب بيكون تحت ثقة المدرب إن شاء الله. كابتن محمد، لعبت بجانب كابتن أسامة هوساوي عندما كنت في الأهلي، الآن غياب أسامة كقائد للفريق، إيش أبرز ما كان حديث أسامة هوساوي معكم أنتم كلاعبين؟ دعنا نقول من اللاعبين شباب. أعتقد أن أسامة يعني له خبرة كافية، وأعتقد أنه أي لاعب يلعب في مركزه يقوم بدوره، يعني ينصح اللاعبين وإحنا كلاعبين نستفيد منه كثير صراحة. فأعتقد صار بيننا حديث. وش النصائح اللي قدمها لكم؟ كيف تتعامل مع جو المباريات، كيف تتمركز، اشياء كثيره. المنتخب التايلندي الان صعب جدا تحديدا بعد المباراه الاخيره مع المنتخب الاسترالي، في تخوف من الجمهور السعودي تحديدا انه يتعامل مع منتخب منافس في التصفيات. منتخب تايلندي منتخب قوي، اعتقد انه فنيا ممتازين، لكن المدرب اعتقد انه حط لنا التشكيل المناسبه والتكتيك المناسب ل ان شاء الله تجاوز المباراه هذه. اتضحت لكم كلاعبين ملامح التشكيل المباراه القادمه؟ للان لسه، يعني ودي اقول انت اساسي. لسه لسه لسه. مشاهدي الكرام، وصلنا واياكم الى ختام هذه الرساله بدءا من مأدبه الغداء التي اقامها القائم بالاعمال هنا لخادم الحرمين الشريفين سعاده الاستاذ عبد الاله الشعيبي، ومرورا بوصول المنتخب السعودي الى التمرين في ملعب الوطني ببانكوك، ختاما بالتدريبات الخاصه للمنتخب في اليوم الذي يسبق هذه المباراه ويسبق ايضا المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب. نتمنى باذن الله تكون هذه التغطيه حازت على رضاكم، نلقاكم باذن الله من خلال الرسائل القادمه. الى اللقاء.